مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. هنخش في الفقره على طول عشان الفقره دي مهمه جدا وما عندناش وقت كتير، لازم ناخد تفاصيل كتير جدا عن مرصد الصحراء والساحل. يا ترى هو عباره عن ايه وفوائده ايه؟ تفاصيل كتير هنتكلم فيها مع الاستاذ الدكتور حسن هندي، رئيس شعبه البيئه وزراعه المناطق الجافه سابقا ومركز بحوث الصحراء وممثل مصر في مرصد الصحراء والساحل سابقا. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. منورني. اهلا وسهلا يا فندم. خلينا ندخل على طول في الموضوع ونكلم مشاهدينا على مرصد الصحراء والساحل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنخرج شوية عن الإطار القومي زي ما بيقولوا، شوية هنخرج برا خارج الحدود علشان نتكلم مع مرصد الصحراء والساحل. طبعا هو كان في اجتماع مجلس الإدارة 19 كان يوم 4/5 تحت رعاية معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. لأهمية هذا المرصد تم دعوة المرصد أن مصر تقيم هذا الاجتماع في مصر نظرا لأهميته، وكان تحت رعاية معالي الوزير. طيب إيه هو بقى مرصد الصحراء والساحل؟ هو أساسا بيتعامل، هو منظمة دولية بتتعامل مع مكافحة التصحر والتخفيف من أثار الجفاف، نطاقه الدول الأفريقية علشان نكون أكثر دقة. يعني اسمحوا لي أن أنا أذكر الدول، دول شمال أفريقيا، الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا ومصر. الدول الأولانية الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا، ده اتحاد المغرب العربي، اتحاد المغرب العربي، مصر مش ضمنه. وفي اتحاد اخر هو دول افريقيا الغربيه الوسطى بتسمى السلس، بوركينا فاسو والراس الاخضر وجامبيا وغينيا بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد. طبعا زي ما احنا شايفين احنا خرجنا على النطاق القومي ودخلنا على المستوى الافريقي اللي احنا كنا افتقدناه من فتره، والنهارده بنحيي هذا التلاحم مره اخرى. وايضا من اعضاء هذا المرصد هي اللجنه الدائمه الدوليه لمكافحه الجفاف في منطقه الساحل ودول افريقيا الشرقيه بتسمى الايجاد، ودين اعضائها بقى نسمع شويه: جيبوتي، اثيوبيا، اريتريا، كينيا، اوغندا، الصومال، السودان. ودي بتسمى السلطه الدوليه الحكوميه للتنميه. طبعا زي ما احنا شايفين هنا احنا دخلنا في ظاهره خارج الحدود وهي التصحر والجفاف خارج الحدود، بيمس كثير من الدول الأفريقية، بتصل إلى حد الكوارث، بتصل إلى حد الكوارث. هذه الظاهرة وهي التصحر وتخفيف من أثار الجفاف، عشان ما بنكافحش الجفاف، احنا ازاي بنعمل توميتيجيت، يعني ازاي ان احنا نحاول يعني ايه نقص، يعني نقلل من تأثير الجفاف على كل الدول دي. طبعا دي من اهداف المرصد زي ما احنا شفنا، هذه المكافحة والتخفيف الاثار. النهوض بقى بسبب التعاون بين كل هذه الدول، وازاي ان انا اعمل نوع من انواع تبادل المعلومات وتبادل المعرفه وتبادل الابحاث بين كل هذه الدول علشان ان انا ايه اكافح هذه الظاهره اللي هي ايه بتعتبر خارج الحدود. يعني ما اقدرش اقول ان انا التصحر في مصر بس. التصحر زي ما احنا عارفين، عشان انا نسيت اقولها في الاول، ظاهره التصحر هي بتؤدي او هي تحول الأراضي المنتجة إلى أراضي قليلة الإنتاج. دي الظاهرة اللي هي الدولية، وأحيانا تبقى الأراضي غير منتجة خالص بعد أن كانت منتجة، بعد أن كانت منتجة فتتحول إلى أراضي غير صحيح. منتجة. طيب يا دكتور عايزين نتكلم على المحاور الرئيسية للمرصد. المحاور الرئيسية. طيب أنا أرجع بس نقطة صغيرة، إن من ضمن أعضاء المرصد 5 أو 6 دول أوروبية، منها أيوة. فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا أيضا من ضمن أعضاء المرصد كأعضاء ممولين. لو اتكلمنا بقى في المحاور الأساسية وهو بيعمل أساسا في
المراقبة البيئية ونظم الإنذار المبكر والتقييم والمتابعة. بمعنى يعني فسر لي كل نقطة يا دكتور. كل نقطة لو قلنا بقى المراقبة البيئية هي بالظبط كده، إن أنا إزاي أضع عيني على إن أنا أراقب الموارد الطبيعية اللي عندي كلها بالكامل، إزاي أنا أبقى عامل نظرة علمية عليها بحيث إن أنا تعطيني صورة كده عن الموقف، هل الغطاء النباتي في صورة طيبة؟ هل هو داخل في صورة تدهور؟ صورة أخرى وهي مثلا المياه، هل الأبار والأبار العميقة هل في صورة طيبة ولا بيحصل نوع من أنواع التدهور؟ لأن من ضمن أهداف المرصد هو العمل على الدراسات التشاورية تشاركية بين الأحواض المشتركة، على سبيل المثال في حوض شمالي بيجمع ما بين تونس ليبيا وتونس والجزائر، فبيدرسوا الموقف المائي إيه لهذا الحوض المائي. ايضا كان بالتعاون مع سيداري على الحوض الماء النوبيان ساندستون او الحوض النوبي اللي هو بيجمع ما بين مصر وليبيا والجزائر وتشاد واحواض اخرى في ايه في غرب افريقيا، هم داخلين في هذا الموضوع بصوره طيبه جدا للغايه، لان ده بيديني صوره عن الموقف المائي في هذه الاحواض التشاركيه وموقفها ايه من حيث التدهور او ان هو ماشي بصوره طبيعيه. وطبعا بيقوم بهذا الامر علماء المياه في كل دوله من هذه الدول. ايضا في الرصد البيئي، في الرصد البيئي طويل الامد على سبيل المثال، وده كان برضو في احدى المشاريع اللي هي تمت في مصر بالتعاون ما بين المرصد وكليه علوم جامعه الاسكندريه ومركز بحوث الصحراء، كان الغرض منه أن أنا أدرس هذه العملية كمثال في منطقة العميد، وكان الـ 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 الهدف أن أنا همتد بإذن الله إلى مطروح بحيث أدرس كل الغطاء النباتي في هذه المنطقة والتغيرات البيئية في هذه المنطقة والأثر إيه اللي حدث في هذا الأمر وما تم من إجراءات لإيقاف هذا التدهور وقياس الأثر. يعني أنا مثلا قلت إن أنا هزرع نباتات جديدة فلانية وكذا وكذا وكذا، أشوف أثر زراعة هذه النباتات إيه وأثرها على الأبار المائية إيه وأثرها على المنطقة اللي موجودة بالكامل. علشان أستمر في هذا الأمر بصورة علمية مستمرة لابد إن أنا أتبع مؤشرات علمية، وطبعا موضوع المؤشرات ده كان على مستوى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في السكرتارية العالمية، كانوا في أول الأمر اتفقوا على إن هم في دراسة من حوالي فوق 100 مؤشر يستخدموه على أساس إن أنا أشوف إيه التغيرات اللي حصل أمامي وأشوف الاتجاهات، هل هي اتجاهات طيبة صعودية، هل اتجاهات في حفاظ ولا في تدهور تم في هذه المؤشرات. على سبيل المثال أنا مثلا لو قلت مثلا الغطاء النباتي ما يسمى بالفيجيتيشن إندكس مثلا على سبيل المثال، هل الغطاء النباتي حصل له تدهور في هذه المنطقة ولا هو ماشي بمعدلات ثابتة ولا في أنواع نباتية معينة حصل لها تدهور ولا في أنواع نباتية أخرى حصل لها يعني غير مرغوب فيها حصل لها زيادة؟ كل هذا الأمر بتوع البيئة النباتية بيقوموا بدراسته، وده هام للغاية في هذه المناطق عندنا علشان نحاول نصل كنوع من أنواع الإنذار المبكر الـ Early Warning System. إن أنا بقى ما يعني أخرج شوية من نطاق الرصد البيئي، مجرد إن أنا أقول الغطاء النباتي جف وعدد الحيوانات التي تأثرت كذا ألف
مات منهم كذا وعايش بصورة سيئة كذا. احنا عايزين نقي انفسنا من المشكلة دي. ايوه ان انا ازاي اعمل السيستم اللي هو الانذار المبكر بحيث ان انا يبقى جميع متخذ القرار الان على استعداد للمشكلة وعندهم تنبؤ بالمشكلة بهذه المشكلة. هو ده المطلوب بالظبط. زي مشكلة برضو دكتور اسرار الجراد اللي كانت بتيجي بشكل رهيب ومعروف موعدها ولكن احنا بنبقى مستسلمين لده مع اننا عارفين. هي المشكلة انت دخلت حضرتك في نقطة منتهى الأهمية. وأنا يعني أنا كنت درست جزء منها في أريزونا على هذه القضية. المشكلة هي إن أنا بروح إلى أماكن توالد الجراد. أيوه. وأتعرف عليها وأعرف إن الجراد هيتوالد إمتى، وفي حدود 14 يوم لازم أتدخل قبل الجراد ما يبتدي يطير ويبتدي يهاجر في أسراب. نعمل إيه بقى؟ طالما طار ودخل في أسراب أصبحت النهاردة ما يتم من علاج وطرق علاجية يعني هي شيء من الوهم يعني. طب قبل ما يطير ويتحول إلى يعني سرب إلى وبتبقى القوة بتاعته مضاعفة، طيب إحنا هنتدخل إزاي قبل المرحلة دي؟ لأنه موجود على الأرض. أيوه موجود على الارض في اطوار حريات ملهاش اجنحه، فموجود لسه على الارض. وانا طبعا بالتعاون مع الاقمار الصناعيه والاقمار الصناعيه الخاصه بالمترولوجي اللي هي كل هذه الاقمار الصناعيه مع ما يسمى بالاقمار اللي هي بتدرس الفيجيتيشن اندكس اللي هي ال مش يعني ساعديني في الترجمه بتاعتها يعني المهم بيقيس النمو الخضري في تلك الاماكن في تلك الاماكن مع الاقمار اللي هي بتقول لي الامطار هتبقى معدلاتها كذا في تلك الاماكن، يبقى انا عارف الاماكن اللي ممكن هيحصل فيها خضره وهي اساسا فيها الجراد كامن، هي دي الاماكن اللي انا استطيع ان انا اروح اليها، ودي بتبقى حوالي مثلا من 20 في 30 كيلو متر، انما هو بينتشر مثلا في مساحات تصل الى 600 كيلو متر مثلا عرض مثلا. فنتخيل ازاي انا عدو لي في حوالي 600 كيلو متر مثلا بينما انا اقدر اروح له في مسافه 20 30 واروح اقاومها. المشكله هنا اللي بتحصل بقى ازاي انا اروح الى تلك الاماكن. ايوه بعض المشاكل منها مثلا في مناطق مثلا كانت فيها حرب أهلية. تمام. زي مثلا بعض أماكن في السودان لو أنا رحت لها ووصلت إن أنا بالتعاون مع الجهات المسؤولة إن أنا أروح في تلك الأماكن. طب هي السودان نفسها ليه ما بتاخدش الإجراءات دي؟ ما هي قلت لحضرتك ان في اماكن بتبقى فيها مثلا حروب اهليه، في بعض دول تانية في النيجر في مالي نفس الاماكن نفس الظروف بالظبط ونفس الفكر، هي ان انا عندي عدو اقدر اروح له في اماكن محدوده واروح ان انا اجيب عربيات الرش والمبيدات متوفره وارش في منطقه بسيطه جدا ويبقى التلوث هنا بسيط، بينما انا لو هو بقى هجم عليا من هنا هرش في الجو بشكل عام. طب في اماكن فيها حروب اهليه زي ما حضرتك قلت وفي اماكن تانية ما فيهاش، طب احنا ليه بقى متاخرين على الاماكن التانية؟ يعني ليه ما بناخدش الخطوه الاستباقيه دي خصوصا المشكله زي دي اتكررت اكتر من سنه؟ ما هو انا بقول لحضرتك يعني هو الحمد لله ان اماكن التوالد دي مش موجوده في مصر. انا مصر هي منطقه هجوم بيجي لي، ومع التغيرات المناخيه بدل ما يجي لي عن طريق السودان مثلا في سنه من السنين جالي عن طريق ليبيا. دي اللي هي بعد بقى التغيرات المناخيه والمشكله اللي هي الجديده اللي هي بتحدث، انما انا لابد بقى ان انا اتعاون مع تلك الدول الافريقيه ويبقى في برامج تعاون بحيث ان انا اروح اتعامل مع مناطق التوالد وبصوره استباقيه، بصوره أيوة. مبكره. طب دكتور حضرتك قلت نقطه مهمه جدا انه مع التغيرات المناخيه هو فاجئنا وجه من عند ليبيا. طب احنا ممكن يكون عندنا توقع مسبق هو هيهجم منين؟ مما لا شك فيه لو انا تعاونت مع الاقمار الصناعيه الخاصه بالمناخ على مستوى العالم، وانا اعتقد عندنا معمل المناخ وعندنا دراسات الخاصه بهذا الان في وزاره الزراعه، اعتقد ان في معامل النهارده راقيه للغايه
ورؤسائها على مستوى راقي جدا، فأنا أعتقد أن هو الاهتمام بهذا الموضوع هيبقى استباقي ومهم جدا. ولكن هي قضية التعاون مع تلك الدول، عشان كده أنا بقول هنا دول المرصد دي، واللي عندنا إحنا يعني يعتبر قسم كبير جدا في وزارة الخارجية اللي هو بيتعامل مع حوالي 40 دولة أفريقية، الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا. صحيح. طب خلينا نتكلم على الأحواض المائية. الأحواض المائية دينا فكرة عنها وأهميتها إيه؟ الأحواض المائية طبعا دي بتتم إن أنا عندي نقاط أو أبار للمية موجودة في كل دولة. أبار موجودة، فبيقوم طبعا أساتذة المياه في كل مركز من المراكز، وهم يعلمون عندنا في مركز بحوث الصحراء عندنا شعبة كاملة عن هذا الموضوع، بياخدوا المعلومات عن تلك الأبار اللي هي تم حفرها في تلك الدول وفي ليبيا على سبيل المثال، ثم في السودان، ثم في تشاد، وبيعملوا دراسات كاملة جدا بتظهر لي الموقف الكامل لتلك الأحواض علشان ما يحصلش نوع من الخلافات بعد كده على المياه واتجاهات المياه، وده خد مياه اكتر وده خد مياه اقل. والاهم ان احنا نبقى في دراسات استباقيه لعدم تدهور تلك الاحواض، وده تم في الحوض النوبيان ساندستون النوبي ما بين مصر وزي ما قلت لحضرتك وليبيا والسودان وتشاد، وايضا تم بصوره طيبه للغايه، وكادت ان هي الدراسات كانت ما قبل الدراسات كانت هتبقى في صوره تؤدي الى مشاكل، ولكن الحمد لله ما بين ليبيا وتونس والجزائر تمت اظن حوالي 9000 نقطه مائيه في هذا الموضوع، لان المعلومات دي ودراستها من اساتذه المياه بتؤدي الى نتائج طيبه للغايه. ومن هنا بقى المحور الثالث بقى كان يجب اذكره، وهو ما يسمى بقى بالتقييم والمتابعه، المونيتورنج اند ايفالويشن. لابد النهارده يبقى في نظم تقييم ومتابعه لكل هذه الحاجات، والنظم التقييم والمتابعه لابد انها بتعتمد على زي ما قلت لحضرتك على المؤشرات، المؤشرات دي هي اللي بتوجهني الى كل هذه النقاط. يبقى اذا انا عندي المراقبه البيئيه وانظمه الانذار المبكر والتقييم والمتابعه هي محاور اساسيه للعمل في كل هذه النقاط، ومن خلال مؤشرات مبنيه وتم دراستها وتم إجازتها، لأن مش أي واحد يقول لي أنا هاخد مؤشر كذا وأعمل بيه، لأ، لابد إن هم يعتمدوا على مؤشرات وإجازة تلك المؤشرات ويبتدوا يشتغلوا بها. على سبيل المثال لو خدنا مؤشر الـ 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 الغطاء النباتي، فده بيبقى خلاص معتمد عليه وبياخدوه. لو قلت على الملوحة، ملوحة التربة دي من ضمن الحاجات اللي بتؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي، وإذا دراستها من خلال أماكن معينة ومن خلال معامل منتشرة في أماكن الدولة بتقدر تقول لي إيه اللي حاصل بالظبط، سواء ملوحة الآبار أو ملوحة التربة. لو إن اللي هم السوسيو إيكونوميك أو الاجتماع الاقتصادي، فالناس ايضا بتوع الاجتماع بيدرسوا لي دراسه، اي نعم هي حساسه شويه ولكن منتهى الاهميه، يعني مثلا لو درسنا في منطقه من المناطق موت الاطفال مثلا تحت 5 سنين. تغذيه الاطفال في سن تحت 5 سنين، وده سهل جدا ان انا بالتعاون مع الجهات المسؤوله اقدر ان انا اخد تلك المعلومات على سنين سابقة، وأقدر أن أنا أتنبأ بالموقف إيه وأتخذ إجراءات عاجلة لدراسة تلك المواقف. فلو إحنا شفنا كده، طبعا أنا مش عايز أعدد بقى المؤشرات كلها، ولكن طبعا أنا بتفق على مؤشرات زي ما قلت موثقة وخلاص قبلت، وتكون أيضا تكلفة المؤشر بالنسبة لي سمارت، يعني ما يبقاش حاجة مكلفة وأكلف الدولة بمؤشرات غير عادية. طب إيه اللي بتأمله حضرتك لمركز رصد الصحراء والساحل في المستقبل إن شاء الله؟ طبعا هو مركز بحوث الصحراء هو النقطة المرجعية لاتفاقية التصحر
النقطة المرجعية للاتفاقية اللي هو الفوكال بوينت لاتفاقية التصحر. فطبعا هو أهم نقطة ده الآن في المنطقة اللي احنا فيها أو في الظروف اللي احنا فيها هو التناغم أو السينرجي ما بين اتفاقية التصحر، اتفاقية السي بي دي أو اللي هي التنوع الحيوي، التنوع الحيوي والتصحر والتغيرات المناخية. طبعا كل ما بتقل أو المسافة البعد ما بين تلك الاتفاقيات الثلاثة على الأقل بينها وبين بعض، ده بيبقى اللي هو الدول المتقدمة، يبقوا الثلاثة شبه أيقونة واحدة. لو إنما طول ما هم بيشتغلوا بعاد زي عندنا كده في مصر، معلش ما يزعلوش مني، ها طول ما احنا بعاد كده المسافة بعيدة بين الثلاثة، فده معناها إن احنا لسه احنا محتاجين مجهود أكبر. بس النقطة اللي عايز أقولها، لما أقول مثلا التغيرات المناخية من ضمن الإمباكت أو الأثر السيء للتغيرات المناخية هو زيادة حالة التصحر، فبالتالي أنا عايز أشتغل معاه، أشتغل ما بين التغيرات المناخية والتصحر. مش معنى كده أن أنا أضم ده لا، ده اتفاقية لوحدها وده اتفاقية، ولكن يبقى في تناغم وسينرجي، وده من ضمن أهداف الايه الاتفاقيات الدولية. أيضا في تحقيق أهداف الألفية والنباد اللي هي الاتفاقية التشاركية جديدة في أفريقيا، هي مش جديدة، هي من فترة، وكان لابد أن هي يعاد فيها تنشيطها مرة أخرى، وخاصة أن جمهورية مصر العربية مسؤولة عن جزئية الزراعة فيها، فلا بد النهاردة من تفعيل هذا الأمر. وطبعا ده بيتم من خلال وزارة الخارجية ووزارة الزراعة والاتفاقات المسؤولة، وكان ممثلين النباد كانوا جم هنا، اللي هي بيسموها نيو بارتناريا، يعني تشاركية جديدة للتعامل مع أفريقيا، ودي من ضمن الأهداف اللي هي مهمة جدا لابد أن احنا نعمل عليها للمشاكل الأفريقية المشتركة، ونقدر احنا نقوم بها بدور كبير جدا مع أفريقيا من خلال بناء القدرات، من خلال التدريب، من خلال الأبحاث المشتركة في الإشكاليات اللي فيها نوع من التشارك. وأنا أعتقد أن عن نفسي فأرى أن الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا معانا ومع كثير طبعا مركز بحوث زراعية نستطيع أن احنا نعمل شيء بالتعاون مع أفريقيا، هيعود علينا بفائدة كبيرة ويعود عليهم أيضا بفائدة كبيرة. لابد يبقى في نوع من الايه الوين وين، يعني انت تستفاد وانا استفاد. فطبعا دي النهارده هي دي الاهداف الاساسيه اللي لابد ان احنا نعمل عليها، واعتقد ان هذا ممكن، ومع مرصد الصحراء والساحل نقدر ان احنا نعمل تلك المشروع. ايضا في مشاريع مهمه جدا، في مشروع اللي هو تحسين الحياه البيئيه في المناطق الواحات والمناطق الصحراويه، وده مشروع اسمه مينا ديلب، وده مشروع ما بين الاردن ومصر. خلاص تمام. لا انا مع حضرتك. وهو مشروع ايضا ما بين مصر والاردن وتونس والجزائر والمغرب. طبعا احنا لسه مصر ما تمولتش، ولكن احنا في التقييم والمتابعه مشتغلين معاهم، وده تمويل من البنك الدولي ومرفق البيئه العالمي. احنا نتمنى ان التعاون ده دايما يكون مثمر لمصر ولكل دول العالم عشان نقضي تماما على ظاهره التصحر. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور حسن هندي، رئيس شعبه البيئه والزراعات بالمناطق الجافه سابقا ومركز بحوث الصحراء وممثل مصر في مرصد الصحراء والساحل سابقا. شكرا جزيلا يا فندم، نورتينا. شكرا جزيلا على هذه الفرصه الطيبه، الى لقاءات اخرى. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير. كنت معكم اسراء عادل، والى اللقاء.